سلام المسيح، كل عام وأنتم بألف خير. ربنا معكم والمسيح يرافقكم طول الأيام والساعات. اليوم رح نكمل موضوعنا عن لما يسوع المسيح دخل أورشليم وسميناه أحد الشعانين واللي إحنا بنحتفل فيه، نقيم صلاة في الكنيسة بأحد الشعانين اللي هو احتفال دخول يسوع إلى أورشليم. طبعا رح نكمل الموضوع تبعنا. بعد ما دخل يسوع إلى أورشليم طلب من تلاميذه أنهم يروحوا يجيبوا أغراض حتى يكمل معاهم هذا الاحتفال. طبعا في ذلك الوقت كان في هو بسموه عيد الفصح عند اليهود، اللي هم كانوا يحتفلوا فيه بخروجهم من الظلم اللي كانوا عايشينه وقت، طبعا هذا في العهد القديم وقت فرعون، فاحتفالهم حتى يخرجوا من هذا، انهم خرجوا آسف من هذا الخوف واللي كانوا عايشين فيه في العهد القديم، فهم بعيدوا ذكرى واحتفال بهذا الخروج. طبعا احنا بالنسبة لنا كمسيحيين الكتاب المقدس بالعهد الجديد، المسيح هو الفصح، المسيح هو القيامة، المسيح هو الإشي الحياة الجديدة إلنا. إذا هناك هم لهم الحياة الجديدة، إنهم هم طلعوا من الظلم تاع فرعون، إحنا بالنسبة إن إحنا خرجنا بحياة جديدة مع يسوع المسيح من خلال هذا الفصح والقيامة. رح نكمل الأحداث، رح نبلش بالعشاء السري، من ثم إلى بستان الجسمانية، بعدين ندخل على مراحل درب الصليب. مراحل درب الصليب، خلينا نكمل. رح ندخل على العشاء الأخير، هو العشاء بنسميه عشاء الوداع، عشاء اللي يسوع ودع فيه تلاميذه، حكى لهم إيش رح يصير، شو حكى لبطرس، ماذا أسس يسوع في هذا العشاء. هلا كل هذا هلا رح نحكي. العشاء الأخير اللي هو عشاء الوداع، اللي هو جلس يسوع مع تلاميذه الاثني عشر حتى يخبرهم إيش رح يصير معه خلال هذه الفترة القصيرة. طبعا هذا الحكي كله صار خلال أسبوع من تواجد يسوع على الأرض، وهي كانت بالنسبة ليسوع هي ساعات أو أيام معدودة حتى يقوم ثم يصعد إلى السماء. كانت إله بالنسبة ليسوع هي أيام ورح تمر. طبعا رح نبلش إنه يسوع أرسل يعقوب ويوحنا، قال لهم روحوا وجيبوا أغراض وطعام عشان نحتفل ويكون لنا آخر اجتماع مع بعض. فراحوا جابوا الأغراض وجلسوا، وخبز وخمر وماء. طبعا جلسوا على المائدة، اجتمعوا حول يسوع، وكان يسميه هذا العشاء الأخير أو عشاء الوداع، اللي هو آخر لقاء قبل ما يسوع ينصلب. هلا يسوع رح يجتمع معهم مرة ثانية بعد ما يقوم، بس هذا آخر اجتماع معهم قبل أن يصلب يسوع المسيح على الصليب. عند المساء جلس يسوع مع تلاميذه، راح يحدثهم، أوصاهم خاصة أن يحب بعضهم بعضا. طبعا يسوع كان دائما يركز في تعليمه على المحبة. ليش؟ لأن المحبة هي غلبة العالم. محبة يسوع اللي علمنا إياه هي غلبة العالم بكل طغيانه، بكل كره، بكل خلينا نحكي الخطايا اللي ممكن الإنسان يوقع فيها. المحبة غلبت كل إشي، اللي هي وصية يسوع العظيمة إلنا إنه إحنا نحب بعضنا البعض. إذن قال لهم أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. طبعا بعدين تناول خبز ثم خمر، وهنا بدنا نحكي بهذا الجزء بالذات. يسوع قام بتأسيس سرين من الأسرار المقدسة، هو سر
القربان الأقدس اللي هو الإفخارستية، وسر إيش الكهنوت لما حكى لهم اصنعوا هذا لذكري. بس بالأول خلينا نرجع للسر اللي أسسه يسوع المسيح واللي رح نحكي عنه كلام التقديس، سر الإفخارستية أو القربان الأقدس.